رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله الزين رئيسة مجلس النواب أخلص التهاني وأطيب التمنيات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعية الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الميمونة على مملكة البحرين والأمة العربية والإسلامية بمزيد من الخير والنماء.